في بعض الناس سبحان الله لا يرى إلا كل شيء سيء. أذكر كلام جميل لأحد المربين، ركزوا معي فيه. يقول: هناك من ينظر بعيني النحلة لحياته، وهناك من ينظر بعيني الذبابة لحياته. ما الفرق بين عين النحلة وعين الذبابة؟ عين النحلة لا تبحث إلا عن الأشياء الجميلة، عن الورد، عن الحاجة الحلوة، عن السكر، عن الأشياء الجميلة. وعين الذبابة لا تذهب وتبحث إلا عن النجاسات. ما المعنى؟ كيف تجد بعض الناس لا ينظر إلا محاسن الأخلاق عند الناس، ويعد دائما النعم التي عنده، وإذا قام من نوم قال: الحمد لله صحيت وأنا آمن في سربي وصحتي معي، وأستطيع أن أذهب إلى بيت الله، وزوجتي وأولادي عندي، صح أني جوعان لكن الحمد لله آمن، صح أني كذا لكن عندي كذا. دائما ينظر للأشياء المشرقة في حياته، فتجد صدره منشرح، يعيش وهو سعيد متفائل في الحياة. لكن صاحب الذبابة أول ما يصبح لا يفكر إلا بالدين. طيب نسيت الأمن، نسيت الزوجة، نسيت الأولاد، لا يفكر. يعني مثل شخص يراك لابس ثوب أبيض نظيف في نقطة حبر. صاحب الذي ينظر بالعين النحلة يقول: ما أجمل ثوبك. لكن صاحب عين الذبابة يقول: ما هذه النقطة التي عليك؟ ترك البياض كله وأتى إلى السواد. فكن أنت نحلة في الحياة. ولذلك المؤمن كالنحلة، لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج إلا طيبا، وإذا وقع على شيء لا يكسره. هذا التوفيق من الله عز وجل، عندما يعطيك الله النفس الطيبة السمحة السهلة التي ترى الخير في كل شيء. وغير الموفق هو المتشائم الذي دائما في هم وفي غم وفي نكد. هذا توفيق الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، القلوب هي مآلها، هي مصدر التوفيق لك. عندما يكون القلب منور طيب سبحان الله تجد حياتك فيها سعادة ولو كنت أشقى الناس. إن من الناس من تجد عنده المرض والهم والدين والغم ومع ذلك سعيد، ومن الناس من عنده المال والخير ولكنه تعيس. من الذي وفق هذا للسعادة ووفق هذا للتعاسة؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق يا إخوة نعمة، أسأل الله أن تكون في قلوبنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الكرام، وكما قلت قبل قليل، التوفيق وقمة التوفيق أن يوفقك الله لحسن عبادة الله. كل ما ترى والله سيفنى وستذهب لوحدك في قبرك، ولن تنفعك إلا طاعة الله عز وجل. ولذلك يا إخوة اطلبوا الله الهداية، لأن الله عز وجل إذا أهداك أحبك. يا جماعة يا قوم يا ناس يا أحباب، إن من الناس من يحرم الطاعة. لماذا؟ لأن الله ما أعانه. ماذا يقول الله عز وجل؟ اسمع لهذه الآية، يقول سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني الآن هو لا يطيع الله بس يبحث عن الشهوات، في المال أهم شيء يكسب، حلال حرام ما في مشكلة، وقته ليله أهم شيء ينبسط، حلال حرام ما في مشكلة. يعني هواه هو المسيطر عليه، علاقاته مع الناس يحكمها هواه، أي شيء يعمله في الدنيا لا يفكر إلا في الدنيا، ينسى الله. إذن هذا إلهه هو هواه وليس الله. هو لم يسجد لغير الله، لكن هوى قلبه متبع هوى النفس. ماذا قال الله فيه؟ قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ هذا لا يمكن أن تأتي الهداية إلا للقلب الذي يوفقه الله. ولذلك اسمع لهذا المثل الذي يضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للتوفيق للهداية من عدمها. يقول: إن العبد إذا أذنب فلم يوفق للتوبة فإنه ينكت في قلبه نقطة سوداء، فإذا أذنب مرة ثانية نقطة ثانية ونقطة ثالثة. فالله عز وجل يعطيك الصلوات فلا تمسح لأنك ما تصلي،
يعطيك الله رمضان فلا تصوم، فلا تمسح ذنوبك، يعطيك الله فرص فلا توفق لفعلها، فيستمر هذا القلب أسود أسود حتى يكون كالكوز مجخيا. يعني شفت الإبريق هو الكوز الذي يتوضأ منه، مجخيا مقلوبا. إذا كان الإبريق مقلوب، لو أتينا بواية ماء هل يمتلئ؟ ما يمتلئ، مقلوب. فكذلك القلب الذي ختم الله عليه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولذلك تجد عمره 60 سنة يسمع في كل شهر 4 خطب ويسمع في كل أسبوع كلمة، يعني في السنة ما يزيد على 50 خطبة 60 خطبة ومئة كلمة، ولا تحرك شيء في قلبه، ما في على ما هو عليه. نسأل الله أن يكفينا شر هذا الختم. والله يا إخوة مصيبة أن يحضر الإنسان فيسمع الخطبة خلف الخطبة خلف الخطبة وهو على ما هو عليه من الربا ومن القطيعة ومن الحرام. لا يا أخي، انتبه لنفسك، إذا لم ترى من نفسك إقبالا على الخير فانتبه لنفسك، ستموت وتأتي بما قدمت، ويقول لك الله ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإن رأيت نفسك موفق للخير فاحمد الله واسأل الله الزيادة والثبات، وإن رأيت نفسك معرض وصاد فانتبه لنفسك، لأن الله، ودائما أنا أكرر لكم هذا الحديث وأتمنى أن تحفظونه، يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هل أنت كذلك؟ هل أنت تكره الذنب وتحب الطاعة؟ احمد الله. أنت من كذلك؟ انتبه لنفسك واسأل الله التوفيق. فالتوفيق كما قلنا: وما توفيقي إلا بالله. فاطلب من الله التوفيق. طيب كيف نحصل على التوفيق؟ بالقرب من الله، اكثر من ذكر الله، اجعل في قلبك قناعة أني يمكن أموت بكرة، لابد أن أكون جاهز. اخجل من الله، عينك التي تنظر بها من الله، وأذنك من الله، ولسانك من الله، وعقلك من الله، وصحتك من الله، ومالك من الله، وأولادك من الله، وزوجتك من الله، كل شيء من الله، وأنت دائما تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يراك الله في وضع لا يرضيه، لأن الله إن أقبلت منه أقبل منك ورزقك شيئا لا تخطر في بالك. ولا تقيس نجاحاتك فيما تملكه من الدنيا، هذا ليس النجاح، النجاح ما تملكه للآخرة. ولذلك إذا وقف العبد بين يدي الله يوم القيامة ورأى النار ورأى وجاء ربك والملك صفا صفا، ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لا يقول: يا ليتني قدمت في حياتي، لا، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه اكتشف الآن أن الحياة الحقيقية هي الآخرة وليست الدنيا.